وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ. Thank you.
احنا في مصر حريصين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمه من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضيه الفلسطينيه، وان القضيه الفلسطينيه قضيه القضايا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا، وان الراي العام العربي والاسلامي متاثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضيه دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا.